12 محاضرات، احتمال 12 محاضرة يعني. Recording in progress. زين، طبعا هي عادة المحاضرة إن شاء الله ثلاث أرباع الساعة. زين، يعني ثلاث أرباع الساعة 50 دقيقة. بالبداية نفرولوجي هو يعني الرينال ديزيز، هي شوية مادة جافة يحتاج لتصور. زين عيني، بس انت تفهمها ان شاء الله الامورات جدا تسهل طبعا. ونحن هاي العشر محاضرات ان شاء الله، ما يقارب العشر محاضرات اللي راح ناخذها بها، خلينا نقول محاضرات جدا مهمة. زين عيني، من خلال شرح كل محاضرة راح انا يعني اوصيك خلينا نقول النقاط المهمة، النقاط اللي تجيك بحياتكم العملية أكثر. زين عيني، وما بعد طبعا بما أنه تجي بالحياة العملية أكثر، نحن نركز عليها بالامتحان. أوكي عيني، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأولى بعنوان الانترودكشن تو رينال ديزيز. طبعا أي سيستم نحن ناخذه يا شباب، عادة ناخذ أول شيء الفيزيولوجي وما بعد الأناتومي. ليش الفيزيولوجي مهم؟ لأن نحن من راح نفهم الفيزيولوجي of the kidney and the functioning of the kidney, how the renal system is functioning. بهاي الحالة من راح نعرف الفيزيولوجي راح نعرف الديزيز اللي ممكن تتسبب. زين عيني، زين physiology of the kidney. أول شيء الكدني طبعا هي المسؤولة عن الووتر and electrolytes balance. أوكي، هاي رقم واحد. رقم اثنين عندنا الأسيد بيس بالانس. زين، الكدني هي بحد ذاتها كذلك مسؤولة عن الأسيد بيس بالانس، اللي يسموها خلينا نقول الأسيدوسز والألكالوسز، الميتابوليك أسيدوسز والميتابوليك ألكالوسز. زين عيني، المسألة الأخرى، النقطة الأخرى، الإكسكريشن أوف ذا ويست برودكت. زين، نحن الجسم مالتنا من يكون المواد السامة أو المخلفات، من تتكون شلون تطلع؟ تطلع عن طريق، يتخلص منه الجسم عن طريق الرينال سيستم. زين عيني، مثل اليوريا، اذا احد مثلا واحد اخذ مثلا درج، واحد اخذ درج، جزء من سم ميديكيشن الميتابوليزم مالته تكون عن طريق الرينال سيستم. ولهذا اذا انا عندي مريض مثلا عنده رينال فيلر او عجز الكلى، ما اطيق انطينه سبيسيفيك ميديكيشن. ليش؟ لان الميتابوليزم مالته يكون عن طريق الكدني. زين، ولهذا نحن نقول مثلا هذا الدرج والله لا تنطونه، هذا المريض عنده رينال فيلر. ليش؟ لان الميتابوليزم مال هذا العلاج هو عن طريق الرينال سيستم. اوكي، بعد الاذر فانكشن هو الاريثروبويتين، هذا خلينا نقول الهرمون او الماده اللي جدا مهمه. زين يعني اللي هي مسؤوله عن كريات الدم الحمر الار بي سي والهيموغلوبين. زين، هاي المادة ايش وقت تزداد يا شباب؟ تزداد عندي بالهايبوكسيا. زين، بالهايبوكسيا. ولهذا انا ارشع المرضى اللي عندهم هايبوكسيا مثل السي او بي دي، ايش راح يصير عندهم؟ راح يصير عندهم هايبوكسيا. وايش راح يصير عندهم؟ اريثروبويتين يزداد. من الاريثروبويتين يزداد ايش راح يصير عندهم؟ قال لك والله دكتور انا اللزوجه مالتي ازدادت هيموغلوبين انكريزد، يعني تشعر الهيموغلوبين مالتهم مال هذول المرضى كلهم عالي، ات ذا ابر ليميت اوف ذا نورمال. ليش هاي مساله مهمه؟ لان هاي من ممكن تعرض لنا المريض الى ستروك. زين عيني، صوتي واضح معي يا شباب؟ نعم دكتور نسمعك. اوكي، الفانكشن الاخر اللي تقوم بينه الكدني هو الهيدروكسيليت اوف 25 هيدروكسي كول كالسيفيرول، اللي هو هذا اشنو؟ الفيتامين دي. ولهذا اذا لاحظ مرات من يجينا مرضى مثلا بالمستشفى او اقرباء، يقول لك والله انا صار عندي عجز كلى، وايش قد اعمل؟ قد اخذ فيتامين دي. تمام ولا ما تمام؟ كل لاحظت ما او راح تلاحظوها بالمستقبل. ليش؟ لأن one of the important function of the renal system هو الميتابوليزم أو أو الإنتاج من الفيتامين دي. فإذا أنا عندي رينال فيلر بهاي الحالة إيش راح يصير؟ راح يصير ينقص عندي الفيتامين دي. من ينقص الفيتامين دي إيش راح ينقص عندي؟ الكالسيوم، وراح ينقص الكالسيوم، وراح ينقص المغنيسيوم. أوكي،
الفانكشن السادسة المهمة جدا هي الرنين سكريشن، رنين سكريشن. زين، سبحان الله، الكدني بيها فد منظومة عجيبة، تبارك الله أحسن الخالقين. هاي المنظومة لها علاقة إنه تسيطر لنا على الضغط، ولهذا جزء كبير من العلاجات مال الأنتي هايبرتنسيف ميديكيشن تكون عادة مركزي على رينال سيستم، اللي سمعي بها انتم كلتها وراح تسمعوها، الاي سي اي انهبيتر، الارابس، زين، يعني هاي الانجيوتنسين كونفرتيك انزيم انهبيتر، وانجيوتنسين 2 بلوكر، زين. يعني ليش الدم من راح يدخل للجلوميرولاس؟ زين، يعني راح يدخل عن طريق الايش، شيء يسمونه افرنت ارتريول. زين، هذا بينه ضغط معين، زين، يعني بينه بريجر معين. زين، هذا البريجر من راح يكون قليل بالافرنت ارتريول، ايش راح يعمل لي؟ يعمل لي ستيميوليشن، سمباثيتك ستيميوليشن، زين، ويعمل لي ستيميوليشن للافرنت ارتريول، انه ايش يعمل؟ يعمل لي فازو كونستركشن، اوكي، ينطي اعاز، يقول له يابا كوي انا الدم مالتي قليل، الضغط مالتي منخفض، زين، اي فانا لازم انه احافظ عكس هذا الانخفاض، انه اعمل شويه انه الضغط يصعد. ايش يعمل؟ يصير فازو كونستركشن، وين؟ كونستركت ذا افرنت ارتريول، اوكي. يعني هاي المساله كلها عن طريق ايش؟ عن طريق الانجيوتنسين انزيم 2. زين، هو هذا رباط السالفه، انه انا عندي اول شيء افرنت، يعني شريان وارد الى الجلوميرولس، الى الكبيبه، زين، مال الكدني، وعندي انا افرنت صادر. انا الشريان الوارد الى الكبيبه او الى الكليه راح يصير مثلا مريض عنده هايبوتنشن، فبهاي الميكانيزم راح يعمل لي كونستركشن اوف ذا افرنت، زين، يعني حتى يعلي الضغط مال البودي، زين، يعني ما راح يعلي الضغط حتى يزيد الجلوميرولار فلتريشن بريشر، اوكي. وبالتالي انت عندك الاف الافرنت ارتريول، راح كله يعمل لي يدي الى السيستميك فازو كونستركشن، وبالتالي انكريز اوف الدوستيرون. سو النقطه المهمه اللي لازم تركزوا لي عليها ايش هي؟ رينال اسكيميا والليد تو سيستميك هايبرتنشن. اتفقنا؟ هاي بالنسبة للفيزيولوجي. عندنا هذا السلايد الآخر هو related to the functional anatomy. طبعا هذا أنتم تقرونه زين، تستفادوا منه بالأمور التالية. أول شيء، عادة الأدلت كدني تكون ما يقارب 11 إلى 14 سنتيمتر، يعني ما يقارب 3 lumbar vertebral bodies، زين، يعني تكون retroperitoneal. عادة الرايت كدني مثل ما نذكره بالفيزيكال examination تكون lower than the left kidney. move up and down with respiration، زين، يعني اذا الرايت كدني can be palpated، زين، يعني in thin patient. طبعا ما اجيب واحد مثلا وزنه 130-140 كيلو واريد اعمل له كدني بالبيشن، لا طبعا difficult هي، زين، يعني زين. المساله الاخرى انه الكدني سبحان الله تتكون من وحدات، هاي الوحدات ايش يسموها؟ النفرون هي هاي هون العمليه كلها مال الميتابوليزم مال الفانكشنينج اوف ذا كدني تجري عن طريقه هي النفرون. أكو مسألة جدا مهمة طبعا لازم تذكر، إنه الرينال سيستم أو الكدني ريسيف 20 إلى 25 من الكاردييك أوتبوت، يعني فلنفرض إنه الكاردييك أو مثلا خلينا نقول 6 لتر، زين، يعني الكدني تستقبل ما يقارب اللتر ونص بالدقيقة يا شباب، بالدقيقة، زين، يعني فشوفوا أهميته. فأنا ولهذا من يصير عندي مثلاً heart failure أو hypotension due to مثلاً bleeding due to anaphylaxis، أول ما أفكر أخاف على renal system. ولهذا نحن دائماً نقول يابا هذا المريض عنده hypotension،
على السريع ابعثونه رينال فانكشن تيست، اوكي؟ لا الرينال كان صار بيها فيلر، الرينال ماركر انكريزد، زين يعني بتخلي ما بعده بالاكيوت رينال فيلر. زين ما بعد هاي خلينا نقول هاي الافرنت والافرنت ارتريول، هاي نفس اللي خلينا نقول اللي ذكرناها. زين هاي كله فيزيولوجي. النقطة اللي أركز لكم عليها أنه لا تنسون أن الأنجيوتنسين 2 هي نفس اللي ذكرت قبل شوي شرحناها. الأنجيوتنسين 2 هذا الإنزيم هو اللي يعمل لي سيطرة على الإفرنت أرتريول، زين عيني، وبالتالي يعمل لي هايبرتنشن. ولهذا أنتم إذا تلاحظون أغلب العلاجات الستة المستخدمة في علاج الضغط إيش يسموها؟ يسموها أنجيوتنسين 2 بلوكر، جماعة الفالزارتان، جماعة التلميزارتان، جماعة الكانزارتان، كلها تشتغل يا شباب على هذا الإنزيم. زين فنحن ما راح نفهم الفانكشنينج اوف ذس إنزيم زين ان ذا رينال سيستم، راح نفهم بالتالي الفانكشنينج اند هاو ذا ميديكيشن اكت. زين عادة هاي النقطة طبعا اكو شغلات يعني فيزيولوجي انتم تقروها يعني للفهم، يعني هذا الفيزيولوجي والاناتومي يا شباب للفهم فقط حتى تفهمون الديزيز اللي راح نجي نحكي عليها. يعني يقول لك الجلوميرولس الكبيبه هي الوحده اللي تكون الجزء هي من النفرون، هي تتكون من ثلاث انواع من الخلايا. هاي طبعا رقم واحد الابيثيليال سيل والاندوثيليال سيل والميزنكايل سيل. زين يعني طبعا هاي للقراءه والفهم لا اكثر ولا اقل. وشيء يسمونه glomerular basement membrane. زين طبعا هذا due to infusion of basement membrane of endothelial and epithelial cell. اوكي هاي ايش راح تعملنا؟ تعملنا مثل فتحات صغيره من خلالها يتفلتر اليورين. زين يعني باختصار انا عندي شبكه، هاي مثل الشبكه، عندي شبكه. اذا الفتحات مال الشبكه زين كانت صغيرة جدا زين ما راح تعبغ لي اللارج مولكيول، تمام ولا ما تمام؟ بس إذا الفتحات مال الشبكة مالتي غير منتظمة وكبيرة ايش راح يصير؟ راح تعبغ لي اللارج مولكيول. هاي الفكرة اشني؟ انه انا من عندي لارج مولكيول لايك البومين زين بالفلتريشن، إذا كان الرينال الأناتومي مالتي نورمال ما راح تعبر من هاي الشبكة اللي طبيعية اللي هي نورمال زين، بينما تعبر لي من هاي الشبكة اللي هي أبنورمال. أشنو أبنورمال؟ يعني أكو فتحات بيها كبيرة، هاي البورز. هاي طبعا وين تصير عندنا؟ تصير عندنا بحالة يسموها نفروتيك سندروم وأذر جلوميرولار ديزيز، راح نجي نحكيها بعدين بالتفصيل، بس هاي انتم حتى تفهمون الاناتومي الفيزيولوجي. شبكة زين نحكي على الشبكات اللي تتكون زين يعني. فاذا الفتحات صغيرة واللي هي نورمال طبعا زين ما راح تعبغ اللارج مولكيول، اوكي. اما اذا الفتحات كبيره لا راح تعبغ لي اللارج مولكيول لايك البومين اند بروتين. زين هاي الشبكات من يكونها؟ يكونها هاي الاندوثيليال والابيثيليال سيل. زين نجي على الاندوثيليال سيل، نفس الفكره اللي حكيناها بالضبط، which is العفو epithelial cell are non-dividing cell, they are death lead to scar formation normal filtration barrier then requires integrity of this cell then integrity يعني واحد يملخ مصفطه. زين هاي نفس الفكره اللي شرحناها انه لارج مولكيول ما راح تعبغ لي زين يعني، بينما السمول مولكيول كان بي باس. اوكي المساله الاخرى عندي الميزنكايل سيل، هاي لها علاقة بالإيش؟ بالستيمولات كل سموث ماسل سيل كونتراكتيليتي and some macrophages. طبعا هاي كلها أنت بتقروها بس للفهم لا أكثر ولا أقل، يعني حتى بالامتحان أنا ما أجيب الكمية زين، بس قراءة زين يعني فقط للفهم.
زين عندنا كذلك التيوبولار سيل. زين الفانكشن مالته بعد الى حد الان غير مفهوم. زين وعندنا الخلايا الاخرى اللي هي الفايبروبلاست لايك سيل ان ذا كورتكس. هاي ايش هي المسؤوله عن ايش يا شباب؟ هاي مسؤوله عن انتاج الاريثروبويتين. زين يعني وكذلك عندنا نوع من الخلايا اسمه ليبيد ليدن سيل انترستيشيال سيلز، هاي مسؤوله عن البروستاجلاندين. فاذا الاريثروبويتين اند البروستاجلاندين يطلعون لنا من الرينال سيستم. اوكي زين كذلك عندنا طبعا الكولكتينج سيستم اند لوور يورينري تراكت سيستم. زين السلايد الاخر عندنا مساله جدا مهمه لازم نعرفها، انه سبحان الله نحن البلادر واليوريثرا والرينال سيستم اكو شيء يسمونه كونتيننس ميكانيزم. كونتيننس ميكانيزم اوكي، هذا ايش الكونتيننس ميكانيزم؟ يعني هي التبول، القدره على التبول. زين ايش نصير عندنا هاي الحاله؟ ايش نصير عندنا؟ زين هيك يصير عن طريق نيرف، ولهذا نحن نقول لكم هذا المريض والله عنده سي في اي. يعني احنا اشنو هذا الفكره من الشرح؟ انه كل حتى نحن نربطه بالحياه العمليه وبالكلينيكال. نقول لكم هذا المريض صار سي في اي and he has urinary incontinence. incontinence زين هذا المريض صار عنده epilepsy، صار عنده والله urinary incontinence. زين هاي الفكره ليش؟ لان هذا الكونتيننس ميكانيزم يتحكم بينه نيرف. زين اول شيء الباراسمباثيتك نيرف اللي هي من الاس2 الى الاس4 سبلاي ذا تروسر مسل، ذا تروسر مسل كونتراكشن اوف ويتش ريزلتنج ان ماتوريشن. هذا اول شيء. رقم 2 سمباثيتك نيرف فروم ثوراسيك 10 تو لمبر 2 سبلاي اوسو ذا تروسر مسل اند ذا بلادر نيك. زين يعني ذلك هاي stimulation of the beta receptor result in the detrosal relaxation، يعني ارتخاء الديتروسل. طبعا احنا ارتخاء الديتروسل المصل يعني معناته ارتخاء المثانة relaxation of the bladder. while alpha adrenoceptor stimulation اش راح يعمل لي؟ راح يعمل لي bladder neck contraction، تقلص عنق المثانة وبالتالي يمنع urination. ولهذا اذا تلاحظون جماعة البروستيت ايش ننطيهم؟ ننطيهم ايش؟ الفا بلوكر، لان انا اريد عكس الكوركشن، اريد عكس الفانتين والفا بلوكر حتى يصير ريلاكسيشن بالبلادر اوف ذا نيك. اوكي نرجع على النقطه الاخرى اللي هي الديستال سفنكتر ميكانيزم، كذلك يتحكم بها الاس2 والاس4. زين ثرو بلفيك plexus and pudendal nerve. وكذلك عندنا الاذر نيرف سبلاي هو الافرنت سنسوري امبلسز باس تو ذا سيريبرال كورتكس سبريس ديتروسل كونتراكشن. هاي نحن نقراها ونفهمها ونعرف انه اكو بال رينال سيستم او بالكونتيننس ميكانيزم اكو باراسمباثيتك سمباثيتك ديستال نكتر ميكانيزم اند افرنت سنسوري. ليش هاي كلها لازم نعرفها؟ حتى نعرف شيء يسمونه the migration cycle. يا شباب الشرح سريع لو مليح لو لا دكتور ليش ما تفوت خش انت مذاعتكم ايش احسن يعني بلغوني مثلا اذا الشرح سريع مثلا او واضح ما قد تفهم شيء زين يعني اذا يعني يعني افضل ان التساؤلات تبقى بنهايه المحاضره ان شاء الله تعالى. زين يعني زين وانا قلت لكم أحاول أنه أقل لكم على الشغلات المهمة للسلايدات المهمة اللي تركزون عليها إن شاء الله تعالى حياتكم العملية وكذلك بالامتحان. طبعاً هذا الماكتروشن سايكل هي جداً مهمة. زين الماكتروشن سايكل تتكون لي من storage feeling phase and voiding phase، يعني الفترة اللي يتم خلاله هذا أول شيء storage feeling phase، الفترة اللي من خلاله يتم ملء المثانة باليورين اللي قيجيني من الرين. زين عيني هاي الفيس الأول. الفيس الآخر الvoiding phase أنا من
صار البلادر بيها يورين بكمية معينة زين راح يصير الشخص عنده normal person يصير عنده urge to go for urination. هاي كلها راح تنتج عنها تقلصات واسترخاءات يعني relaxation and contraction of a specific part in the bladder and the ureter. زين نجي نسولفها. The trousal muscle أول شيء الفيس الأول storage face. The trousal muscle compliance is high يعني قوي الكومبلاينس مالته قوي يعني الجدار مالته قوي زين عيني. Bladder fills easily without raising in intravesical pressure as volume urine stretch receptor cause reflex bladder relaxation. يعني أنا كل ما يصير feeling بالبلادر from urine أشرح يصير المثانة تسترخي المثانة البلادر وول يصير بينه relaxation يعني يتمدد زيني حتى يتحمل بعد خلينا نقول الكمية البلادر الكمية العفو اليورين اللي قد تنزل زيني. طبعا في بعض الأحيان كمثال أضرب لكم هو في بعض الأحيان المريض إذا عنده urinary tract obstruction تعرفون أنه urinary bladder من الممكن تصل إلى الزفي sternum يعني إلى الستومك أريا. ليش؟ هاي due to the high bladder يعني خلينا نقول ال capacity for relaxation. أوكي زين أنا عندي مسألة at 75 of bladder capacity زين راح تبدي عندي a desire to void desire to urinate زين وكل ما يعبر كمية الإدرار أكثر من 75% من قدرة المثانة زين يعني راح ال void of urine ال voiding أو desire to urinate راح تزداد عندي زين يعني فهذا أشي يسمونه كله الستورج feeling phase. زين وصل مثلا اليورين بالبلادر أكثر مثلا خلينا نقول 75% و80% راح يبدي عندي الستيج الثاني اللي هو voiding. Act of micturition is initiated by voluntary زين يعني إرادية and then by reflex relaxation of the pelvic floor and distal sphincter زين يعني هاي كلها مسألة إرادية زين يعني نحن نتحكم بها followed by reflex the trousal contraction يعني هي ستنا عندي المثانة مثلا 75% أوكي بحركة إرادية إيش راح يصير عندي الشخص go to the for urination راح يصير reflex relaxation relaxation ليش للسفينكتر رقم واحد وكذلك للبلفيك فلور بنفس الوقت إيش راح يصير contraction of the detrosal muscle ليش راح يصير عندي contraction حتى أشكو يورين يطلع زين يعني كل هاي المسألة under control of pontine micturition center of the brain زين يعني ولهذا نرجع نقول لكم الناس اللي عندهم CVA الناس اللي عندهم مثلا epilepsy راح يتأثر هذا السنتر وبالتالي راح يصير incontinence زين يعني اكو مسألة لازم نعرفها دائما الانترافيزيكال بريشر يعني الضغط داخل المثانة دائما يبقى اعلى من الضغط بالإحليل. The bladder is empty. يعني empty. Okay. زين. هاي المكتوريشن سايكل. زين. نجي نحكي على cardinal symptoms of kidney and urinary tract disease. Okay. طبعا عندنا lower urinary tract وعندنا upper urinary tract هاي إن شاء الله راح نأخذش كنا نحكي عليها حتى تتطرقوا له زين عيني تتطرق إلى ما سمعكم زين عيني عندنا أول شيء lower urinary tract أول شيء عندنا الانفكشن هذا موضوع ضخم راح نأخذ إن شاء الله تعالى أشني أعراض الانفكشن cardinal symptoms of infection dysuria الحرقة في الإدرار
frequency زيادة عدد المرات إلى الذهاب إلى ال WC. يعني يقول لك والله دكتور يجيك المريض، دكتور أنا بالنسبة لي يعني ذبحت ذبحة يومين صار لي ساعة ساعتين أنا على المغاسل، هاي إيش إيش معناتها؟ معناتها هذا lower urinary tract infection. الأرجنسي إيش من الأرجنسي يا شباب؟ هو الإلحاحية، زين يعني بس قاعد يغيد يروح ما يتحمل، ما يتحمل الفيلينج بريشر اوف ذا بلادر، يعني بس يغيد يعمل يورينيشن. زين هاي لها علاقه بالانفكشن. المساله الاخرى بلادر اوت فلو اوبستراكشن، ايش راح يصير؟ اول شيء امبيرد يورين فلو رقم واحد، يقول لك دكتور انا ما قد اتضرر الاضرار مالتي ما قيد، اغيد اتضرر المثانه مالتي متروسه بس ماكو اضرار عندي. رقم اثنين اتضرر بس الاضرار مالتي جدا ضعيف، زين عبالك حنفيفه تحت على الضعيف يعني بالضبط. زين المساله الاخرى الدريبلينج اوف يورين، دكتور انا من اروح للمغاسل بس اقطر وانا بحصوغ بعدني، زين من اخلص اليورينيش من اخلص الادرار مالتي احس انه بعد المثانه مالتي بيها ادرار بس اغيد الدرب ما اطيق، فهاي incomplete emptying of bladder. هاي التمت كلها لها علاقه بالبلادر اوت فلو اوبستراكشن ديو تو بيناين بروستاتيك هايبربلاجيا ديو تو ستون ديو تو مالجنسي. زين عيني المساله الاخرى عندي هي السفنكتر اوف بلادر، سفنكتر اور بلادر وول ديسفانكشن بروستاتيك يوريثرال اوبستراكشن اند يورينري ريتينشن انكونتيننس انيوريسيس. انكونتيننس هي عدم القدره على السيطره، الانيوريسيس هي التبول الليلي. زين عيني هاي كلها لور يورينري تراكت سيمتوم. زين نجي على الابر يورينري تراكت سيمتوم اللي هي جدا مهمه. اول شيء يجيك المريض عنده لوين بين، ايذر عاده يكون يونيلاترال اور بايلاترال وذ تندرنس. من اكو تندرنس؟ انا اشك قبل بايش؟ بايلونيفرايتس يعني التهاب ال 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 الاحواض. زين يعني مال الكدني. زين او افكر بالجلوميرولونيفرايتس، افكر بالرينال انفاكشن، خاصه اذا واحد مثلا عنده دي ام هايبرتنشن هاي ليبيد هاي ليبيديميا هايبر ليبيديميا، افكر بالرينال انفاكشن او افكر بالايش بالهايدرونيفروسيس. هاي كلها this is a DDX or differential diagnosis of patient with loin pain and tenderness pyelonephritis glomerulonephritis renal infarction and hydronephrosis. okay زين ناخذ other symptom اللي هو renal or urethric colic. طبعا هذا جدا مزعج بعيد عنكم يعني قسم منكم يمكن كان خلينا نقول عانى منه خاصة بفترات الصيف. زين يعني due to low يعني خلينا نقول water intake بالفاستين كذلك يصير. زين يعني هذا اليورين or urethric colic هذا due to acute obstruction of renal pelvis or ureter and ureter by calculus or a blood clot. زين يعني abnormal urine volume abnormal urine volume بها معاني. هاي المعاني ايش هي؟ اول شيء الانيوريا نهائي ادرار، دكتور انا نهائي ما عندي ادرار. زين المساله الاخرى اوليجيوريا، يقول لك انا اطلع ادرار بس ما يقارب يعني خلينا نقول اذا نحن نحسبه يعني طبعا ما حاجه، يقول لك مثلا انا اتضرر 300 سي سي ماكو شيء كل شيء، يقول لك ادراري قليل. زين احنا الى ال 400 نعتبره اوليجيوريا. اوكي this occur in acute renal failure in urinary tract obstruction. فنحن هاي المساله لازم نفرق بها. ليش؟ لان احنا انا المريض من جاني عنده انيوريا اور اوليجيوريا فور ذا لاست 24 اور، انا اذا ما اعرف التشخيص مالته وما اعرف الامور كلها وما كان قريته عنه وما عندي اكسبيرينس، المريض راح ينتهي برينال فيلر
تقول له لي ايه عادي دكتور، رينال فيلر ليش ما يرجع؟ ما يرجع من يصير مريض اكيوت رينال فيلر، يعني هذا مش لاست اوت، يعني خلص هذا احتمال يبقى على الدياليسس طول عمره، وهذا ديزاستر طبعا. ولهذا this is a medical emergency. عادة الأنيوريا الأوليجيوريا is a medical emergency. ليش؟ لأن تؤدي لي إلى acute renal failure. زين، فأنا إذا عندي obstruction راح أزيل الobstruction وراس كل ما تنحل. زين يعني other abnormal urine volume symptom هي البوليوريا والنكتيوريا. هاي وين أصب الصيغ البوليوريا؟ الصيغ لي بالدابتس انسيبتس، زين عيني، وحتى بالدابتس ملايتس طبعا تصير. زين، الصيغ عندي بالكرونيك رينال فيلر كذلك، انه خلاص هي الفانكشن مال الكدني ايش هو؟ يعمل كونسنتريتينج اوف ذا اوف ذا يورين، تمام. بس انا من صار عندي رينال فيلر خلاص بعد الكدني تخسر القدره مالتها على فلتره اليورين، فيطلع اليورين يفوق يطلع بكيف. زين عيني، عندي المساله الاخرى اليوريميا، طبعا هي راح ناخذها نحن. اليوريميا هي زياده يعني اليوريا ان ذا بلاد. زين، ديزيز اوف ذا تيستس اند ابيديديمس، لوكال سويلينج بين اند تندرنس لايك اوركايتس تستيكولار تورشن. طبعا هاي نحن ما راح نتطرق لها كثير لان زملائنا في الجراحة البولية هم راح يتولوها للمسألة، إذا أعتقد بالرابع تأخذون، إذا ما بالرابع بالخامس أو بالرابع. زين يعني، زين نجي الأمورات المهمة اللي لازم نعرفها يا شباب. هاي بالكلينيكال إكزامينيشن طبعا هو أهم شيء، أهم شيء يا شباب من الهدف من المحاضرة. زين عيني، أنه أنا دائما أعمل كونكشن بين المعلومات اللي أستقيها من الكتب من المحاضرات من شرح الأساتذة مع الحياة العملية اليومية. أنا أظل أعيدها وأكررها هاي السالفة. زين عيني، راح أجي أعمل كلينيكال إكزامينيشن، بعض الكلينيكال إكزامينيشن أو بعض الساينز اللي ريليتد تو ذا رينال سيستم اللي نحن لازم نلاحظها ونركز عليها. يعني أنا من أغشى هاي الكلينيكال ساين رأسا أفكر أنه هذا المريض أش عنده رينال بروبلم. أول شيء observation، أول شيء يعني chronic renal failure اللي أنا راح أخذه in detail in details بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. أول شيء المريض يقول لك أنا تعبان، عندي fatigability tiredness، رقم واحد respiratory rate and depth acidosis، هذا نفسه ما طبيعي، نفسه ما طبيعي، ياخذ نفس عميق like this بالضبط، هذا يسمونه acidotic breathing. This is either due to renal failure due to diabetic ketoacidosis or due to alcohol. زين يعني، طبعا الكحول poisoning يعني ما بس الكحول بحده. المسألة الأخرى البالر، المسألة الأخرى اليلو كوم أو يسموها الايرثي كولر فيس، اوكي، الايزي بروزنج. زين عيني، ليش الايزي بروزنج؟ لان احنا دائما نذكره كذلك انه الايزي بروزنج كان بي كوزد باي رينال فيلر، لان اليوريميا تدمر لي البليتليت، تدمر لي البليتليت، اوكي. فراح يصير عندي بروزنج، ايزي بروزنج. زين، الاكسكورييشن اوف بيريورايتس يعني التسحجات او خلينا نقول آثار الحكة اللي موجودة بالجلد. زين، من الحكة هاي ليش الحكة تصير؟ ليش البوليورايت تصير؟ لازم تعرفون نتيجة إيش؟ نتيجة تركز تركيز اليوريا in the skin. زين يعني، أملاح اليوريا تصير بالسكن، أوكي. طبعا السكن تيرجر كذلك مهم in fluid depletion أو dehydration. بعض الأمارات اللي موجودة مثلا بالهاند اللي هي البراون لاين بيجمنتيشن، نلاحظ كذلك لازم نلاحظ البلد بريشر، هايبوتنشن، الجي في بي إذا إليفيتد معناتها فلويد أوفرلود. طبعا الفندوسكوبي
يفيدنا. زين ليش؟ لأن الفندوسكوبي راح من خلاله نعرف إنه المريض مثلا عنده أوبتيك ديسك. زين يعني أوبتيك ديسك هايبرتروفي أو أتروفي، هاي لها علاقة بالهايبرتنشن اللي هو هايبرتنشن إيش. This is the hypertension is a risk factor for renal impairment. كذلك طبعا اللونج على مود الفلويد اوفرلود، الهارت الاد ساوند ان فلويد اوفرلود، بريكارديال فريكشن روب ان يوريميك بريكارديتس. هاي كلها احنا نقراها ونتعلمها لان لها علاقه بالكلينيكال اكزامينيشن. بالابدومن على ايش نركز مثلا ونخلي بالنا؟ الباي مانوال كيدني بالبيشن، مثل ما قلنا الرايت اقل من تكون يعني more down to the than the left. ليش by manual kidney palpation؟ لأن مثلاً أنا مريض فحصتون ولقيته عنده large flank mass، قلت والله هاي kidney. زين أشنو causes of renal enlargement؟ أخلي بالي polycystic kidney disease، أخلي بالي الhydronephrosis ذكرناها بالعملي. زين أخلي بالي renal tumor. زين عيني أخلي بالي adrenal tumor، أخلي بالي الهاي داتا سيست. زين كذلك عندي ابدومينال بالبيشن، أنا وقد أفحص الابدومن لقيته عند المريض أكو سكار، جوا هذا السكار أكو ماس حجمه بحجم الصابوني، خلينا نقول 10 to 14 سنتيمتر. رأساً أقول له المريض والله هذا احتمال هاي رينال ترانسبلانت. زين أوكي، طبعاً البلادر ديستنشن لازم أعرفه. زين كذلك الرينال ارتيريال البروي، انسبكت ميل جينيتاليا. زين عيني ريكتال اكزامينيشن واي فور اني بروستيت انلارجمنت. زين عيني زين طبعا اذا كان كانسر راح يكون انلارجد هارد ريجولار ماس. لازم انا بالمريض ابو الرينال بروبلم لازم افحص الساكرم والانكل اديما. من اديما افكر بالايش؟ افكر بالفلويد ريتينشن، ولهذا نحن احد الديفرنشال دايجنوسيس مال الانكل اديما هو الرينال فيلر، كرونيك رينال فيلر، اضمه الى الهارت فيلر، اضمه الى الليفر فيلر. زين عيني كذلك انا لازم افحص البريفيرال نيوروباثي اللي موجوده بالدي ام، وداري الدي ام is a risk factor for chronic renal failure. زين عيني وحتى اليوريميا by itself can cause peripheral neuropathy. اوكي طبعا اليورين examination هذا يعني هذا by eye طبعا احنا راح ناخذه بالمحاضرة القادمة ان شاء الله. اليورين examination اركز على البروتين، هل اكو بروتين ولا لا، glomerular bleeding إذا أكو blood bilirubin، إذا أكو RBC cas. يعني هاي بالحقيقة لها علاقة بالinvestigation اللي هي بالمحاضرة القادمة. زين فأركز على urine examination بهاي الأمور. طبعا إذا أكو dysmorphic RBC، إذا أكو مثلا خلينا نقول إذا blood، أنا لازم أعرف blood مالتي هاي RBC is normal in shape. إذا normal in shape معناته هذا due to hemorrhage. زين due to this is a surgical case. بينما اذا كان abnormal RBC او dysmorphic RBC افكر انه هاي this is a medical case due to glomerulonephritis. اذا dysmorphic RBC and glomerulonephritis. طبعا الهيالين كاست is a normal finding. زين زين diseases of kidney and urinary tract are often clinically silent. زين diagnosis depend on biochemical testing and urine analysis. اوكي يعني والpresentation may be non-specific. طبعا هذا كلام جدا مهم يا جماعة، صدقوني بالحياة العملية يجيكم old age. زين old age man كل شيء ما بينه يقول لكم انا بس عندي مثل ما ذكرتوكم fatigability، دحق علينا تقول يا ربي والله هذا أنا ما مرتاح له هذا المريض، هذا articular وبالر عنده ما مرتاح له، تبعثه renal function وإذا بال
رينال انديسز از فيري فيري انكريز، وكان دخل لك هو بالكرونيك رينال امبيرمنت. ولهذا نحن خاصه جماعه الهايبرتنشن، جماعه الدايابيتس ميلايتس، اني بيشنت وذ كرونيك النس، خاصه دي ام اند هايبرتنشن، لازم لازم اذا ما كل ست اشهر سنويا يعملون رينال فانكشن تيست. اوكي زين. طبعا هسه نحن ان شاء الله تعالى خلصنا المحاضره الاولى. زين، احد عنده سؤال يا شباب؟ ما حد عنده